في مستوى عالي جدا. لم يكن يعني كان نجمها الأول قبل البداية هو الجمهور الذي لبى الدعوة وحضر بكثافة في درة الملعب، وكان حضوره فعال. الحضور الكبير اللي كان يعني مع التيفو اللي بدأ قبل المباراة، يعني من يشاهد التيفو ويشاهد جمهور الهلال لابد أن يخشى أي مواجهة مع الهلال. الهلال يعني حتى وإن كان إدواردو هو نجم المباراة، لكن أنا أقول أن جمهور الهلال هو النجم الأول. الهلال مع رامون دياز ما عاد صار يعتمد على لاعب، يعني فرق في المدربين. في مدرب يجي يفرض أسلوب معين ويعقد الفريق كما يحدث في غاب لا تأثر الفريق كما يحدث مع الأهلي الآن. لا، الهلال الآن يغيب منه أربعة عناصر أساسية في المنتخب. صح. الأول أربعة عناصر أساسية لها ثقلة: محمد البريك، سماع فرج، عبد الله الحافظ، عبد الله عطيف، ومحاور ويلعب البدلاء وكأنهم هم الأساسيين. رامون دياز من العام الماضي إلى الآن أنا أقول ما عاد أخشى على الهلال مواجهة أي فريق، لأن فيه قيادة فنية متميزة، وهذا فرق في الجهاز الفني. الجهاز الفني في مدربين يعني هو يستخدم التدوير ويستخدم ان المركز للاعب الافضل واللاعب الجاهز. رامون دياز نقل اللاعب السعودي من خلال الهلال الى مستوى عالي، واصبح جميع اللاعبين في مستوى واحد. وهذه نقطه يعني يمكن يميز فيها، بدليلنا الان 8 لعيبه من الهلال في المنتخب وهم ادائهم يعني هم لهم الكلمة في المنتخب. فالمدرب له فضل حتى في تأهل المنتخب من خلال الهلال دياز، لأنه نقل مستوى اللعب السعودي. هذا يعني مدرب كبير ومدرب له بصمة واضحة، ومن أول ما جاء وكان في ملاحظات، لكن المدرب حتى في الانتقادات والناس تنتقده الرجل يكسب الرهان. ليش؟ لأنه نقل اللعب الهلالي إلى مستوى واحد. ما عاد صار في الهلال لاعب أساسي ولاعب احتياطي ولاعب، لا، الهلال يغيب من يغيب ويحضر من يحضر، سيبقى الهلال. ومع رامون دياز كانت النتائج كلها نتائج إيجابية.